صباح الخير مجددا لكل المشاهدين. بيجت فات نادين ماضي تضرب من جديد. رح يكون عنا اليوم فقرة كتير حلوة بتحكي عن عضلات المعدة، بتحكي كيف نقوي منطقة الوسط بالجسم لتكون هالمنطقة أساسية بكل شغلنا الرياضي وبكل حياتنا اليومية. إذا عنا شكل حلو وعنا جسم حلو وعنا عضلات بكل جسم قوية ولكن عنا ضعف بمنطقة المعدة، أنتوا رح تعرفوا رح يكون عندكم مشاكل كبيرة تتعلق وبتنطلق من هالمنطقة بالذات. حضرت لكم أنا شوية صور رح نستعرضهم سوا أو قبل ما نبلش نأدي الحركات. هيدول عضلات المعدة هيك ببينوا تحت الجلدة، هيدول الستركتشر تبعيتهم، قدي في عضلات متداخلة وفي عضلات داخلية وفي عضلات خارجية ممكن نقشعها بالعين المجردة مثل السكس باكس. بنتقل للصورة الثانية، رح احكي هون عن الاناتومي اوف ذا ابس. هدول فيكم ترجعوا بعدين تحصلوا عليهم على السوشيال ميديا عندي امين دي تي اف مع كل المعلومات. الصوره اللي بعدها بتبلش تحكي عن الاقسام، اول قسم هو ركتس ابدومينس اللي هو بنعرفه اس ذا سكس باكس. بنروح للصوره الثانيه ترانسفيرس ابدومينس وهي العضله الداخليه، اكثر عضله داخليه في منطقه الكور والمعده. بنروح للاوبليكس اللي هن العضلات الموجودين على السايدز، هن في منهم قسمين انترنال واكسترنال. برجع بروح على البروجرام اليوم يلي نادين وانا حضرنا لكم اياه كرمال تكونوا عم تشتغلوا معنا، وبنمشي بالحركات حركه بعد حركه. ليتس ستارت اور ورك اوت نادين. اول از ويل اجين براود تو هاف يو هير. ثانك يو امين. يلا رح نبلش باول حركه اللي هي سويس بول رول اوت. قد ما فيها نادين رح تكون عم بتنزل ايديها لتحت لتقدر تعلي رينج اوف موشن ورح تعمل رولينج على البول لقدام. داون اكسلنت لورا 10 مرات. That's two. فيك ترجع تغير البوزيشنينج تبع ايديك اذا حسيتي انه اكزاكتلي. 3 شد المعدة منيح. 4 5 6. دايما عم تتنفس مظبوط نادين. That's 7 8. Two more. That's 9. One more. And 10. Perfect. منغير. كنا نحن عم نروح على prone position لقدام، يعني وجه لنادين صوب الأرض. هلا رح نروح على supine position. بنشتغل حركة اسمها V-ups. أوكي. رح تعملوا هلا إجرية شوي رح يكونوا عاليين على الأرض B-start position. مش كتير، شوي صغيرة. And then you're gonna go to V. أوكي. 2 3 4 5 6 7 8 9. One more كمان. And 10. Relax. نرتاح شوي. رح نروح لشيء اسمه سايد بلانك ولكن رح نعمل معه تويست بالدمبل. أنا I'm gonna give you a dumbbell نادين. Great performer نادين ماضي، professional person trainer. up من هون اهم شيء تكون جالسه. بدي اذكر المشاهدين الراس لازم يكون خاصه بميله الرقبه aligned مع الجسم، يعني الرقبه الراس سوري ما لازم يطلع لفوق وما لازم ينزل لتحت، لازم يكون aligned هون. let's go for 10 reps. that's 1 that's 2 3. 4 5 6 7 8 9 and 10. And that's 10. We change sides. اللي بدي أقوله أنا حضرنا لكم تقريبا 5 حركات بثلاثة راوندز. هيدا سيركت بثلاثة راوندز. صرتوا تعرفوا السيستم بجت فيت كيف إنه بعطيكم حركات ان يو دو ذا سيركتس. بركي انا اعمل سيركت واحد او اثنين، او اذا معي وقت ممكن اعمل كل السيركتس، كل عدد السيركتس، ولكن بفضل انا افرجيكم الحركات. باي ذا واي هيدي الحلقه اليوم حدا سالني عنها مشان هيك هذا الجواب لك مدام. كمان جريت 10 اند 10. هلا رح نروح لكلاسيكال موفمنت عليها ديبيت كثير كبير. رح نجرب قد ما فينا
نأديها بطريقة صحيحة ورح ننجح أكيد نأديها بطريقة صحيحة. اليوم قديش نحن منقول crunches versus وجع الرقبة، رقبة بتوجعني، شو التفاصيل اللي بتخليكم تعملوا هالحركة بلا ما يكون يصير عندكم أوجاع بالرقبة؟ خلينا سوا نعملها، لا مش ضروري نعملها غلط، بس اليوم إذا بتوسع إجريك شوي من هون exactly بهالحركة، إذا فيك تستعرضيها مع neck flexion لقدام، لما نكون عم نطلع وعم نعمل bouncing مع neck flexion لقدام، إذا فيك تثبتي شوي فوق. أوكي this is very wrong، هون أكيد لح يكون في من أسباب وجع الرقبة. إذا بنرجع لتحت هلأ، إذا بتترك منطقة الدقن لأعلى الصدر من هون امتي، يعني ما بتكون عم تعمل هالفلكشن يلي كانت نادين عم تعملها بالاول. سو اليوم ما لازم يكون في نك فلكشن، لانه الفلكشن تبع السيرفيكال بارت، تبع السيرفيكال بارت رح يكون مؤذي للرقبه، مش رح يعملنا اني سيجنيفيكانت كونتراكشن بعضلات المعده. لازم نعمله نحن ونادين لازم تعمله، تعمل اليفيشن من هالمنطقه لفوق وتترك رقبتها الايند بناتشرال الاينمنت مع سلسله ظهرها، عم بتحس بالكونتراكشن عم بتصير بالمعدة وما في ابدا بريشر ولا في لود على منطقه الرقبه. هذا الشيء لازم نشتغله. رح يكون عندك هلا سيريز اسرع شوي، رح نروح 30 ريبيتيشنز. صاروا بتصور 8 9 10 20 مور، وكل ما اليوم تكون عم بتقدوا ريبيتيشنز رح تحسوا عم تتعبوا، رح تحسوا رح تصيروا بدكم تشدوا بالرقبه. مشان هيك بفضل انا اكثر نحط وزن الراس على الايدين من وراء ونكون عم نترك هالالاينمنت وعم نترك الشغل اللي عم بصير بهالمنطقة مش بمنطقة الرقبة. 3 2 1 great. هلا من supine position مع نادين رح نروح على prone position، كمان رح نعمل hand plank. مع الهاند بلانك رح نكون عم نعمل knee touch. بتلاحظوا كانت مستلقية على ظهرها وهلا صارت ميلة وجهة للأرض، تفرق كتير. 4 5 6 7 8 9 10 more to go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. نادين amazing. This is round number 1. هلا if we gonna go for round number 2, round number 3 او circuit number 2, circuit number 3. اليوم العنوان شو بكون نادين بتاني سيركت؟ انكم هلا انتم شفتوا الحركات، عنوان السيركت الثاني انكم تشتغلوا على البرفورمانس تبعيتكم وتحسنوا الاداء تبع الحركات. مش هيك نحن بدنا نرجع نبلش بالوقت اللي معنا، رح نرجع للسويس رول اوت بول. سو اليوم بدكم معده مشدوده، بدكم معده قويه، بدكم تشتغلوا على هالحركات. معدة قوية يعني عضلات ظهر قوية، خاصة انه ما فيكم لا تنسوا عضلات الظهر انكم تمرنون، ولا تنسوا عضلات المعدة ولا اي عضلات بالجسم. مبدأ كمال الاجسام يعني عضلات قوية بكل الجسم، كل العضلات لازم يكونوا عم بتمرنوها، ما في اكسبشن ابدا. يلي بيعمل دروب للاجرين مش منيح، اللي بيعمل دروب للتشست مش منيح. اي عضلة بتعملوا لها دروب من التمرين تبعكم، من السكادجول تبعكم خلال الاسبوع، هو عم بكون نقطة ضعف لكم. اليوم كارديو تريننج، ما حدا يقول انا ما بعمل كارديو. كارديو تريننج از ماست لعده اسباب. كارديو ريسبيراتوري سيستم كثير مهم لكم. هون صرنا عم نحكي قلب، عم نحكي روايه، عم نحكي فينز، عم نحكي كل هدول الفينز اللي بيعملوا سيركيليشن للدوره الدمويه اللي هن مهمين جدا. نادين اتمنى شاطره، بلشت بنمبر 2 في ابس، بنجرب قد ما فينا نطلع اكثر بالجسم شوي. تن يس اوكي دن. نرجع بيت دمبل من هون، سايد بلانك مع تويست بالدمبل. ذاتس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. بدي بس اشرح شغلي هون، لما if you can stay static وتتكون عم تشتغل نادين، لاحظتوا الراس عم بيتحرك كمان لينزل لتحت مع التويست، لانه ما فيها تترك راسها فوق وعم تعمل نفس الشيء لما تطلع. بس اذا كانت عم تعمل static plank اكيد الراس لازم يكون aligned مثل ما ذكرت بالاول. منروح لتاني سايد، رح نكون نحن بعد معنا 30 ثانيه رح نستفيد منا على الاخر مشاهدينا كرمال نجرب قد ما فينا نعطيكم اكسرسايزز ونعطيكم انفورميشن.
10 تايمز قبل ما اختم مع سوبر نادين كمان واشكرها كتير ودايما إلا ام اونرد انه تكون معي على السات انتن. اوكي كتير من الحلقات نحن رح نكون بعد عم نشتغل عليها رح نختم اكيد باخر حركه. انا بقول لكم بشوفكم تنين المقبل. Until that time, thank you Nadine. Get fit, stay fit.